أنا شايف إنك أنت مستلم اللقيمات ما شاء الله. والله يعني شيء يقدم، بس هو أبو عبد الله يعني قدم لنا قبل شوي اللقيمات. تعرف يعني فريش. هو اصلا العيد يعني ما يكمل من غير اللقمات ومن غير الحلويات والشوكولاته. فعلا احنا هنا يمكن الاستوديو كله ورد وكله حلويات وكله هذا من فضل الاستاذة إناس. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بخير. طيبه وسالمه. حياك الله. طبعا ابو عبد الله حياك الله من جديد وكل عام وانت بخير، منورنا دائما. وانت بخير. طبعا مشاهدينا، من يوم البارح واليوم كل هذه الورود والتنسيق والحلو والشوكولات هذا الرائع هو من تنسيق وخبرة طبعا إناس هادي. نرحب فيها ونقول لك عام بخير من جديد. وانت طيب وسهلا ينعاد عليكم حقيقة. يعني سحرتينا بهالذوق الجميل. شكرا. ولكن ما نعرف من نبتدي من إن والله يعني خلينا نشوف يعني إيش أكثر الحلويات المطلوبة في العيد خاصة. شوفي، أكثر الحلويات المطلوبة في العيد هي الحلويات اللي بنكهة عربية تقليدية، بس إحنا طورنا الشكل. بس حتلاقي التمر، حتلاقي الفستق، حتلاقي المستكة، حتلاقي الرهش. بس الأشكال اختلفت. صح، واحنا نقدر نشوف ان الاشكال فعلا مختلفه وصار فيها تفاصيل اكثر. التفاصيل اتوقع أكثر. حتى إناس انه يمكن انت بتشتغلوا على التفاصيل اكثر من يمكن الطعم. يعني هم الطعم مهم والشكل مهم، الطعم مهم والشكل اهم. يعني العين تاكل صح قبل. بس الطعم احنا مركزين على الطعم وعلى النكهات جدا. طب لو نشوف بس اللي قدامنا ايش الحلويات اللي ركزنا عليها موجوده. اول واحده هذه نكهة الفستق، بس معمولة بطريقة مختلفة. دوقي هاني. لا تفضلي. طريقة يعني شوي فنية. فيها شغل يدوي. فيها تلوين. فيها تلوين وشغل يدوي. It's all handmade. بس هذا يبي له ملقط. بس صغيرة كمان. الحجم كمان. إحنا صغرنا في الحجم. حاولنا نصغر في الحجم كمان. يا سلام. جميل. طيب وبالنسبة للحلويات هذه اللي حلويات العيد اللي حاطين عليها عيد سعيد، هاي كلها بنكهة التمر. عندنا هاد شوكلت من الأشياء الجديدة اللي منزلينها. الشوكلت هاي أخاني أني حامضة بالملح. هذه بالملح، ملح البحر. بس فيها نكهات مختلفة اللي هي المستيكا، فيه الزعتر، شوكلت على نكهة الزعتر. من الأشياء الجديدة والمطلوبة جدا. كيف الناس حابة الخلط بين المالح والحلو؟ حلو، هو المالح لما يكسر الحلو أحلى. والله تسلم الايادي. طب في عندنا الرهش، في عندنا يعني يمكن استكس. الناس متعوده عليها انه شكل شابوره اكثر، مستكة ورد، مستكة الابيض، مستكة الزهري ورد. الرهش وين؟ الرهش هناك في البيتي فورات، في كلها محشيه رهش. سلام. في حلوى. فحولنا انه ندمج فيه البقلاوه. عندنا البقلاوه بس مغطيه بالشوكلت، الشوكلت بقلاوه. جميل. طيب ناس موضوع يعني الورد والشوكلت كيف يكمل بعض؟ يعني هل في صوره تكمل يكمل بعض؟ التنسيق جدا مهم في المناسبات. يعني صينيه شوكلت لما تطلع بس الشوكلت حتكون عاديه جدا، بس لو زودنا عليها الورد حيضيف عليها جماليه. جميل. وانا يمكن إناس ذكرت لهاني قبل شويه انه يمكن تنسيق الورد لفت انتباهي، لانه تحس انك انت في جنينه. ما هو التنسيق اللي هو مرتب بزياده. في اوقات احنا نشوف بوكيهات يمكن تكون مرتبه تحس انها بلاستيك. بس هذه فعلا شكلها فريش، شكلها ناتشرال، وشكلها في جنينه اكثر، جنينه حديقه اكثر. ويمكن دحين هذا المجال صار إناس يعني كثير عليه طلب. صح. مو بس يعني زمان كنا نستخدمه اكثر شيء في الاعراس او في المناسبات الكبيره. دحين حتى الناس لما تعمل عشاء في البيت الحين ما شاء الله يعني احنا حلوة. في رمضان السنه ما شاء الله يعني كنا كل يوم عندنا عزايم، والناس غبقات رمضان كانت كل يوم هالسنه. فما شاء الله الناس تحب الشيء الاجمل. ليك كيف دخلت في هذا المجال إناس؟ والله هو مجال عائلي، الوالده هي اللي ابتدت في هالمجال واحنا كملنا. ما شاء الله جميل. والله حقيقه يعني هذا الامتداد من الوالده الله يحفظها، امتداد بالذوق. شكرا. صح. وبالتنسيق الاكثر من رائع. احنا نحييك إناس. شكرا. جدا حقيقه سعيدين بتواجدك، سعيدين بلمساتك على استديوهاتنا في ام بي سي. ان شاء الله تجمعنا مناسبات سعيده اكثر. ان شاء الله ان شاء الله دائما على خير. تسلم. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه وشكرا لك. أهلين. ودي اجرب المستكة. لا تفضل. لازم تجرب المستكة. المستكة. المستكة سوي لنا جج حق توب شيف وقول لنا كيف الطعم. ايش رايك انا وياك ناخذ نص؟ اوكي. انا نص وانت نص. يلا. والله حلو.
طيب ذوق انت. لا والله انا خلي غدد التذوق يعني تحس. لا التذوق باللسان. جميل والله يا غدد حيك يا لا سهله.